بالنسبة للفصل الثاني سوف نرى فيه معا مفهوم مركز الكتلة وحركته، وخاصة كيفية تحديد موضع مركز الكتلة بالنسبة للأجسام المتكونة من جسيمات متباعدة أو الأجسام الممتدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنرى وحدة ثانية ستكون بعنوان مركز الكتلة. طيب، يمكن وصف حركة منظومة ميكانيكية بدلالة نقطة معينة تسمى مركز الكتلة Center of Mass CM، والتي يمكن تعريفها بأنها الموضع المتوسط لكتلة المنظومة. قد تكون المنظومة الميكانيكية مجموعة من الجسيمات الدقيقة، مثال مجموعة من الذرات في عنصر ما، أو قد تكون أجسام ذات أبعاد كبيرة. المنظومة تتحرك كما لو أن كل كتلتها مركزة في مركز الكتلة. طيب، إذا كانت محصلة القوى الخارجية هي مجموع F والكتلة الكلية للمنظومة هي M، فإن مركز الكتلة سيتحرك بتسارع مقداره A يساوي محصلة أو مجموع القوى مقسوم على كتلة هذه المنظومة، وهذا بالتأكيد طبقا لقانون نيوتن الثاني، أي أن المنظومة تتحرك كما لو أنها عبارة عن جسم واحد فقط، كتلته M موضوع عند مركز الكتلة للمنظومة الذي سوف نسميه CM Center of Mass. طيب، نفترض منظومة ميكانيكية مكونة من كتلتين مختلفتين ومرتبطتين بساق خفيفة مهملة الوزن من الصلب، يعني لا تغير شكلها. يمكن وصف موضع مركز الكتلة للمنظومة بأنه نقطة ما على الخط الواصل بين الكتلتين وأقرب إلى الكتلة الأكبر منه إلى الكتلة الأصغر، وهذا الذي سنراه في ثلاث حالات مختلفة. الحالة الأولى، إذا أثرت قوة عند نقطة تقع بين الكتلة الصغرى وبين مركز الكتلة، فإنها سوف تؤدي إلى دوران المنظومة في اتجاه عقارب الساعة. الاختلاف يظهر في الحالة الثانية، فإذا أثرت قوة عند نقطة تقع بين الكتلة الكبرى ومركز الكتلة، يعني هنا، فإن هذه القوة سوف تؤدي إلى دوران المنظومة في اتجاه عكس عقارب الساعة بهذا الشكل. والحالة الأخيرة التي تفسر أكثر مفهوم مركز الكتلة أنه إذا أثرت قوة عند مركز الكتلة للمنظومة، يعني عند المركز الكتلة بالضبط، لا من ناحية الكتلة الأصغر ولا من ناحية الكتلة الأكبر، بالضبط عند مركز الكتلة، فإن هذه القوة لن تؤدي إلى دوران المنظومة، وإنما سوف تؤدي إلى حركة المنظومة في اتجاه القوة المؤثرة مثل ما قلنا دون دوران لهذه المنظومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.